وصف معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وصف الشركات العائلية بأنها المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات. أتت هذه التصريحات أثناء احتفالية وزارة الاقتصاد التي كرمت خلالها الدفعة الأولى من برنامج الشركات العائلية ثبات في دبي بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة، موضحا أن الشركات العائلية عالميا تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 60% من إجمالي وظائف القوى العاملة على مستوى العالم. أما على مستوى دولة الإمارات فالشركات العائلية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من إجمالي وظائف القوى العاملة ضمن القطاع الخاص.